لما نمليها حب وإخلاص، نعطي نساعد ونتمنى الخير والصحة لكل الناس. يلا يلا يا بيبو ننشر الأمل، وانت كمان يا جيجي عندك الحل. مع بعض منقدر نكبر ونحلم بالمستقبل، مع كابتن بيبو وجيجي كل مشكلة وإلها حل. مرحبا بكم في مغامرات كابتن بيبو وكابتن جيجي. بيبو وجيجي أصحاب بيراقبوا العالم من كبسولتهم، وبيحبوا يحافظوا على صحتهم وصحة الأطفال والكبار. فلما بتظهر الفيروسات والجراثيم على شاشاتهم، على طول بيفكروا كيف بدهم يعرفوا الناس بطرق الوقاية من الفيروسات والجراثيم، وكيف يديروا بالهم على صحتهم. الفيروسات خطيرة على الكل، لازم نمنعها من الانتشار يا بيبو. بس كيف؟ جيجي، مش الفيروس جرثومة؟ إذن الوقاية من الفيروسات زي الوقاية من الجراثيم. مظبوط يا بيبو، يلا نحلها. بيقعدوا بيبو وجيجي بيفكروا كيف بنحمي حالنا من الجراثيم. أهم شي إنه نغسل إيدينا بالمية والصابون. مزبوط مزبوط، قبل الأكل وبعد الأكل وقبل اللعب وبعد اللعب، ولما بيلمسوا الحيوانات وبعد ما يلعبوا برا، يعني دايما. صح، دائما دائما دائما، ولمدة 30 ثانية، نفس وقت أغنية هابي بيرثداي، ونغنيها مرتين. وطبعاً ما ننسى نظافة الجسم كله، يعني الحمام وتقليم الأظافر وتمشيط الشعر كمان. وبعد نظافة الجسم ببلشوا كابتن بيبو وكابتن جيجي يتطلعوا حواليهم، وبيوزعوا مهام تنظيف وترتيب البيت. بس في أشياء كابتن بيبو ما بتحب تعملها. ونظافة البيت وترتيب الألعاب، ومو بس ترتيبها، وغسيلها وتنظيفها عشان الجراثيم ما تلاقي مكان تقعد فيه. أنا بصراحة ما بحب التكنيس ولا المسح. أنا اللي بعرف، بس يوم علي ويوم عليكي، ومنساعد بعض بيبو. ولو كابتن بيبو وكابتن جيجي بينطفوا كبسولتهم من فوق لتحت، ولما خلصوا جيجي بيقول لبيبو: بيبو أنا تعبت وصرت جوعان، يلا نعمل سندويشات زاكية. إذا بدك سندويشة لازم جنبها سلطة، لأنه الأكل الصحي بيقوي جسمنا وبيملي فيتامينات بتساعدنا نقاوم الجراثيم. إف ماشي، رح آكل السلطة مع إني ما بحب الخضار. جيجي وبيبو بياكلوا سندويشات فضائية وعجيبة، وبيبو جهزت سلطة مليانة بالخضار الطازة، خيار وبندورة وخس وفليفلة ونعنع وفجل، وعليها ليمون وزيت زيتون. بياكلوا وبينبسطوا، وجيجي مع إنه قال ما بحب السلطة أكل الصحن كله وخلص عليه. شو جيجي؟ هيك أكلت السلطة كلها؟ طلعت زاكية وأنا مش عارف. قلتلي الأكل الصحي وشرب المي النظيفة بتساعد أجسامنا على النمو، وبتقويها حتى تقاوم أي جرثومة. الجسم السليم بالأكل السليم، وما ننسى النظافة. وبعد الأكل بنطفوا مكانهم، وبيغسلوا إيديهم، وبيكملوا الأصحاب بالتفكير بطرق الوقاية. بيبو ما تنسي إنه الجراثيم بتنتقل عن طريق القطرات المتناثرة، يعني باللعاب والعطس والسعال والكحة وهيك؟ بالضبط، عشان هيك يا بيبو لازم الكل يعطس ويسعل في منديل أو في كوعهم، حتى ما تطير القطرات وتنتقل الجراثيم من شخص للتاني. وطبعاً ما يلبس وجوههم لازم يغسلوا إيديهم دائماً. يلا نوزع الرسومات والإرشادات على الناس. يلا يلا يلا.
يبي وبطيفهم السحري تنتقل الرسومات والإرشادات لكل حدا، وبيقعدوا بيبو وجيجي بتفرجوا على شاشاتهم وبيشوفوا الناس ملتزمة وبيطبقوا إرشادات الوقاية والسلامة. شو حلو الدنيا لما نمليها حب وإخلاص، ما تنسى عد ونتمنى الخير والصحة لكل الناس. يلا يلا يا بيبو ننشر الأمل، وانت كمان يا جيبو.